مهنة النجارة من المهن التراثية التي تتوارث من الآباء إلى الأبناء، تحمل من الصفات ما يميزها عن الحرف الأخرى من خلال ما يضفيه النجارون من لمسات يدوية تجعل منها قطعاً ناطقة بمعانيها المتميزة. وكان الطلب يكثر على المنتجات المعمولة يدوياً التي يقوم بها النقاشون على الخشب، وهذه المهنة تأثرت أيضاً بالوضع العام الذي يمر به العراق لتعيش في حالة سبات جبرية مع تراجع نشاطها بعد أن غزت البضاعة المستوردة السوق العراقية، مما اضطر بعض أصحاب هذه المهنة إلى غلق ورشاتهم. شايفه واحد دا يقاتل على مود لا يستسلم، الله وكيلك، يعني تعرفين شنو؟ انه دا نقاتل بهاي الشغله ونجيب ونروح برا ونشوف شنو الجديد الجاي وندخله عليه وندخله على العراقي في سبيل انه يوازي التركي. معامل مرتبه معدله، عزلوا ماكو تصريف. انا اعرف هسه هاي قبل يمكن بهاي الفتره يمكن انا ثلاثه يعني اهل معامل عزلوا. يقول لك انا اعطي ايجار بالشهر 750,000، يطب الشهر منا يطلع منا، انا كل شيء ما مشتغل، يجي الشهر الثاني يجي الشهر الثالث خسر. يعني هسه انت وين تروح؟ انا هسه اريد اعزل، عزلت عندي فلوس هاي بخير من الله الحمد لله، ايش تشتغل؟ تروح التعيين وعسكريه وكذا؟ احنا خير من الله، هاي شغلتنا خير من الله، بس هي اذتها، هذا المستورد اذى، هاي الاوضاع اذتها، يعني كل شيء، اكثر شيء يعني المستورد اللي جاي اذى شغلنا. رغم معرفة المستهلك برداءة أغلب المنتجات المستوردة، إلا أنه يميل إلى شرائها لرخص الثمن وتصاميمها الحديثة، وبذلك وقعت مهنة النجارة تحت تهديد هجرة العاملين فيها، حيث أصبح استيراد الأثاث واحداً من أهم الأسباب التي أدت إلى زيادة البطالة. التاجر العراقي، أغلب التجار العراقيين لما يروح يستورد، موضوع الكواليتي يحطه درجة ثانية، يعني ولهذا السبب، يعني مثلا البضاعة الصينية هسه معروف حتى بالعراق من تحشي يقول لك هذا صيني مو زين، يعني بينما للمعلومات انت اعرف من الجزور انه الكل يستمع ويعرف انه البضاعة الصينية في امريكا في اوروبا، بس الكواليتي ما تختلف هناك. انا وانا اروح تاجر واستورد بضاعة اجيب اردأ نوعية، مع احترامي طبعا للتجار اكو بيهم لا يجيبون ان شاء الله، بس اكثر اللي يروحون بضاعة ممكن يقلد بضاعة أخرى. يعني هذا احنا قاعد يوصلنا هنا تقريبا ب 20 ورقة. عندنا نبيعها ب 25، تعرفين كروة وما كروة وقمرق وضريبة. هذا إذا نصنعها بالعراق أقل شيء يكلفنا في 4 ملايين تقريبا بال 35 ورقة. 30 ورقة. ليش؟ أولا كهرباء ماكو. زين. يدي عاملة قليلة. ماكو دعم لليد العاملة. يعني مثلا كل شيء يعني وضعيته تعبانة بالعراق. يعني ماكو تسهيلات، يعني تروحين انت بتركيا تريدين تفتحين معمل يطوج فد اقل شيء فد 100,000 دولار، تشترين خشب وقماش وسفنج وتسدديهم على كيفك. هنا انا نريد نفتح لنا معمل لازم نحير بمولده ب 20,000 دولار، لازم نحير لنا بكادر، لازم نحير لنا بصبابيخ. وبينما العشرات من النجارين يغادرون المهنة، هنالك من يحاول إحيائها من جديد من خلال إضافة لمسات جديدة على التصاميم المحلية لجذب اهتمام الزبائن وكسب ثقتهم. ندى المرسومي من بغداد، التغيير.